مساكم الله بالخير، معاكم صادق قاسم. أنا مختبر جاهز دخول. بسنة 2016 كنت أشوف زوجتي قاعدة تتبخر، كان أقول لها أنا راح أسوي لك جهاز يخليش تتبخرين بيد واحدة وين ما تكونين. وبالضبط خذيت أسبوعين سويت أول نموذج حق دخول، فخذيته ورحت حق الأخوان في بوتيكات، لأن مثل ما أنتم عارفين بوتيكات المنصة التسويقية الأولى في الخليج. وبالتالي رحت على إيطاليا وألمانيا وهولندا على أساس أني أسوي نماذج عملية تطابق فيها المعايير والاشتراطات الدولية. وأول ما خلصنا التصميم استعينا في الفنانة الكبيرة أحلام وخذينا رأيها في موضوع التصميم، وأعطتنا اقتراحات جدا جميلة. سجلنا براءة اختراع دولية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا سجلنا براءة اختراع في مكتب مجلس التعاون الخليجي. منتج دخول فكرة خليجية من منصة تسويق خليجية، وهو حصري عند الفنانة أحلام في بوتيكة.